سنة عشر عشرون وأربعون وأنت تناضل فلا تصالح، لا تصالح لمن سلبوك عرضك، لا تصالح لمن سرقوك أرضك، لا تصالح ولو حتى تحت القمع تقبع فأنت فوق الجميع تصعد، لا تصالح. لا تصالح. لا تصالح. حارب، جاهد، قاتل، فأنت ابن السحاري وأب لشعب ينزف. لا تصالح، لا تصالح، وفي عين أطفالك بريق يلمع. لا تراجع، فوراءك نساء تسند. وامض فيما بدأت، فمن اليوم وراءك عالم يدفع. لا تصالح، لا تصالح، لا تصالح وأنت تحت جدار الخزي والذل ترجف. لا تصالح، لا تصالح، وأنت بالعدو منكل ونصرك تصنع. نحن نشد على ما تطلب ولن ننظر في عينيك حتى مصيرك تصنع. لا تصالح، لا تصالح، لا تصالح، لا تصالح، ومستقبل شعبك غير. لا خوف، لا رجوع حتى وإن كنت من الموت تقرب. لا تركع لملك واهن لا مجد له وجيشه يرسل. لا تصالح، ولنسائك حرر، حرر وجعا في صدورهن يحرق، وامسح دموعهن فيوم عنها ستسأل. لا ترضخ، اصرخ، عبر، واجه، تمرد، تمرد فهو حقك والكل يعلم. واجه، وإن كنت وحدك فرسالة شعب تحمل. لكن لا تصالح، لا تصالح، لا تصالح. واجه، وإن كنت وحدك فرسالة شعب. الناشطة الحقوقية التونسية فاطمة متري، أخرجها للإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سند البكاي، وقرأتها الخديج عبد الجليل. لا تصالح.